خامس هجوم تشنه ميليشيات الانقلاب على مواقع المقاومة في يعيس بجبهة مريس بالضالع منذ بدء الهدنة المعلنة، لكنها جميعا انكسرت أمام صمود رجال المقاومة والجيش الوطني. منذ بدء الهدنة هناك ثلاث هجومات أو أكثر، أما الخروقات فهي يومية ومتتالية. يتم هناك محاصرة الرعية من دخول مزارعهم ومحاصرة البيوت والضرب العشوائي للقرى والمناطق المجاورة لمنطقة يعيس والقرى المحاذية لمن مريس. ليلة أمس كانت ليلة ساخنة بفعل القصف المدفعي العنيف الذي شنته الميليشيات الانقلابية على قرى مريس ومواقع المقاومة فيها. مدفعية المقاومة من جهتها قامت بالرد بعدة قذائف على تعزيزات ومواقع للميليشيات الانقلابية وأخمدت نيرانهم خلال الساعات الماضية. إذا استمروا بالخروقات ولم يلتزموا بالهدنة سندافع على أرضنا وكرامتنا ودماء الشهداء، ولن نفرط في دماء الشهداء. مجلس المقاومة في مريس توعد بالرد العنيف على الميليشيات في حال استمرت في خرقها للهدنة المعلنة وعدوانها على المنطقة دون مبرر. تفاءل المواطنين في مناطق الصراع بالهدنة ليتسنى لهم العودة إلى ممارسة أعمالهم بمزارعهم بعد أن توقفوا كثيرا عنها بسبب الحرب، لكن شواهد الحال هنا تقول بأن الميليشيات لا تحترم عهدا ولا تلتزم بهدنة. فوز المريسي، قناة سهيل، من جبهة مريس الضالع.